الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلما ذكر الله جل وعلا بصيغة الخبر إحسان أهل الإيمان وأهل طاعة الله عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وذكر تفكرهم وكل هذه أخبار ويورد بها الأمر، والأمر هنا ليس للوجوب وإنما للندب، يندب الله عز وجل عباده إلى فعل ذلك ودعائهم يعني لله عز وجل بالثبات ويعني وأن يغفر لهم ذنوبهم وأن يؤتيهم ما وعدهم على ألسن الرسل.
قال الله جل وعلا وعقب بفاء التعقيب: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والفاء هنا للتعقيب، وهذه يعني سرعة الاستجابة من الله عز وجل. عقب الله عز وجل دعاءهم باستجابته سبحانه وتعالى: فاستجاب لهم ربهم أي فأجابهم، كما قال الشاعر: وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبوا عند ذاك مجيبوا. وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيبوا، أي فلم يجبه. إذن فاستجب بمعنى أجاب، والسين والتاء هنا للتأكيد وليس للطلب. إذن فأجاب لهم ربهم ما يعني دعوه به: أني لا أضيع عمل عامل منكم. وهذه كما قال جل وعلا يعني وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، وقوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. من هنا يعني تأتي للتفسير، يعني تفسير منكم أي يعني من ذكر أو أنثى. لا يختلف عند الله عز وجل الرجال عن النساء، فالنساء شقائق الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: بعضكم من بعض. وقوله بعضكم من بعض أي بعضكم أيها المؤمنون الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم من بعض، يعني كلكم على السواء في ذلك، لا أضيع عمل أحد منكم. معنى بعضكم من بعض أن الله جل وعلا يعني كلكم في ذلك، بعضكم من بعض، كلكم على السواء، فالله جل وعلا لا يضيع عمل عامل من ذكر أو من أنثى. لتأكيد هذا المعنى أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عباده بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وهؤلاء هم أهل الصدق، ومن صدقهم أنهم برهنوا على إيمانهم بهذه الأعمال العظيمة بالهجرة في سبيل الله عز وجل. والهجرة هي مفارقة الأوطان ومفارقة الديار، عندما يؤذى الإنسان في دينه فيهاجر في دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. هل المقصود بهذا، والحديث في الصحيح، فهل المقصود من ذلك هو انقطاع الهجرة؟ لا، ليس المقصود بذلك انقطاع الهجرة، وإنما الهجرة بعد الفتح، يعني الهجرة إلى مكة لأنها صارت دار إسلام ولم تعن دار كفر، وإلا فالهجرة باقية حيثما أوذي الإنسان في يعني دينه ولم يستطع أداء شعائر الله جل وعلا، ولم يستطع أداء شعائر الله عز وجل، حينئذ له أن يعني يهاجر، كما قال جل وعلا: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وهذه نزلت في قوم من المسلمين أرغمهم الكفار على الخروج معهم، نعم، فخرجوا معهم لقتال المسلمين، نعم، وكان لهم يعني مندوحة عن ذلك فقتلوا في ذلك. فجاء الآية تخبر بأن مأواهم النار، لأن كان عندهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذن فالهجرة باقية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الهجرة بعد الفتح، المقصود الهجرة إلى مكة لأنها صارت دار إسلامين. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، وأخرجهم المشركون من ديارهم، مشركوا مكة أخرجوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم، وأوذوا في سبيلي، أوذوا في سبيلي، أوذوا في طاعتهم لله عز وجل وفي عبادتهم له، أذوهم المشركون، فكانوا يمنعونهم من ذلك، وكان يصبون عليهم صنوف الأذى: بلال وخباب وعمار وآل ياسر وغيرهم من المستضعفين. وأوذوا في سبيلي، نعم، وهذا هو سبيل الله، توحيده سبحانه وتعالى وعبادته، نعم، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، وقاتلوا قاتل المشركين وقتلوا، وفي قراءة وقتلوا وقراءة متواترة، قراءة ابن عامر وغيره، وقتلوا، ومعنى قتلوا كالزيادة في المبنى هي زيادة تدل على الزيادة في المعنى، أي هم قاتلوا المشركين وقتلهم المشركون يعني بعضا بعد بعض وقتلا بعد قتل، يعني أكثروا فيهم التقتيل، هذه على قراءة التشديد. والقراءة الثانية قراءة التخفيف: وقاتلوا وقتلوا، والقراءتان متواترتان، بأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم
وتكفير السيئات بمعنى إزالتها ومحوها، ومنه سمي الليل كافرا لأنه يستر الدنيا بظلامه، وسمي الزراع كفارا لأنهم يسترون الأرض بالزرع والنبات، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. والكافر سمي كافرا لأنه غطى فطرته التي فطره الله عز وجل عليها بشركه بالله عز وجل وبتدنيس هذه الفطرة. إذن قوله لأكفرن عنهم سيئاتهم أي لأمحون عنهم آثار هذه السيئات يعني محوها وإزالة آثارها من الشؤم في الدنيا والعقوبة في الآخرة. والسيئات جمع سيئة وهي التي تسوء صاحبها، وكل معصية تسوء صاحبها في الدنيا أو في الآخرة، لذا سميت سيئات. لو كفرن عنهم سيئاتهم ولو ادخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. نعم، ثوابا من عند الله، عطاء، يعني أثابهم الله عز وجل على صبرهم وعلى جهادهم وعلى طاعتهم لله عز وجل ثوابا من عند الله. وإضافة الثواب إلى الله عز وجل للدلالة على تعظيمه وتفخيمه، وأنه كما قال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. وتعاد هنا يعاد لفظ الجلالة حتى تكون هذه الجملة كأنها جملة مستقلة وتستعمل في موطنها، في هذا الموطن وفي غيره، والله عنده حسن الثواب. نعم، عنده حسن الإثابة لعباد الله المؤمنين وما أعده الله عز وجل لهم من الكرامة ومن المنزلة، والله عنده حسن الثواب وليس عند غيره سبحانه وتعالى. ثم نهى الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم فقال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. والغرر والغرور المقصود بذلك الإطماع في أمر محبوب على نية عدم وقوعه، بمعنى يعني لا تنخدع بما عليه الكفار. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، تقلبهم يعني انتقالهم من بلد إلى بلد في تجارات وفي الزروع وفي الـ 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 يعني الغزو والقتال ونحو ذلك بما هم عليه من الزينة ومن المال ونحوها. لا يغرنك تقلب، نهى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتر بما عليه هؤلاء من الزينة ومن التقلبهم انتقالهم وما هم عليه من الأموال والعتاد والعتد من العدد يعني والعتاد. طيب، وهل النبي صلى الله عليه وسلم غره هؤلاء؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتر بما عليه هؤلاء حتى يقول الله جل وعلا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ لا، ما يعني ما اغتر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الغرة لأن الغرر والغرور مأخوذ من الغرة بمعنى الغفلة، ومنه رجل غر إذا كان ينخدع يخادعه الناس فيقول هذا رجل غر، غر يعني يخادع. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هكذا عليه الصلاة والسلام، بل يعني عليه الصلاة والسلام كان يعني ذا بصر وبصيرة عليه الصلاة والسلام. إذن ما المقصود بذلك؟ المقصود أمته، من يغتر من أمتي؟ وإلا النبي عليه السلام ما اغتر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بما عليه هؤلاء لثقته لكمال علمه بالله عز وجل وكمال إيمانه بالآخرة وكمال يقينه في الله عز وجل. لكن الخطاب لمن يغتر من أمتي، والكثير من الناس بيغتر بما عليه الكفار من الأبهة ومن الزينة ومن الأموال والعتاد. نعم، يعني فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، وهذا هو المقصود من ألا يقتربوا بذلك، يسارعون فيهم، يقولون يسارعون في الكفار وفي الانضمام إليهم وفي الانضواء تحت لوائهم، يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، نخشى أن يعني أن تأتي الدائرة من هؤلاء علينا، فعسى الله فكذبهم الله جل فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصابوا في أنفسهم نادمين. إذن قوله تعالى ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، المقصود من يغتر بمن ينخدع من هذه الأمة بما عليه الكفار من الأموال ومن العدد والعتاد. فالله جل وعلا ينهى عباده المؤمنين أن يغتروا بمثل ذلك. لماذا؟ متاع قليل، ما هم عليه متعة قليلة زائلة، وطالما هو متاع يبقى هو على زوال، يعني يتمتع به ثم يذهب، بذلك وصف المتاع بأنه قليل، متعة قليلة ثم يصيرون بعد ذلك إلى
حتى يبلغوا آجالهم المحتومة التي قدرها الله جل وعلا لهم، فيصيرون ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. إذن هذا من إملاء الله ما عليه الكفار، كما قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ثم مأواهم جهنم، مأواهم جهنم، المأوى هو الموضع الذي يأوون إليه، فموضعهم الذي يأوون إليه يوم القيامة هو جهنم وبئس المصير، فيصيرون إلى هذا المصير المحتوب. لم ينفعهم، كما قال جل وعلا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يعني يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، حتى لو قدر له أن يعمر 1000 سنة. فعندما يعني يجيئهم ما يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. إذن هنا الآية فيها توجيه للمؤمنين عدم الاغترار بما عليه الكفار والمنافقون وأعداء الله عز وجل من الزينة ومن العدد والعتاد، لا يغتر بمثل هذه القوة، لأن الله جل وعلا هو سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى. لكن الذين اتقوا ربهم، ولكن هذا حرف استدراك، معناه أن الذين اتقوا ربهم لا يقعون في مثل ذلك. لكن الذين اتقوا ربهم استدراك على الاغترار بما عليه هؤلاء، والمؤمن صاحب البصيرة، والمؤمن ذو بصيرة وذو بصر، نعم، وذو يعني تأمل ونظر، نعم. لكن الذين اتقوا ربهم لا يغترون مثل ذلك، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أعاد الله جل وعلا ذلك، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله. والنزل هو ما يعد للضيف عند أول قدومه من القرى ومن الكرامة، فهذا النزل، وهذا الذي أعده الله للمؤمنين، نزلا من عند الله، وإضافة النزل مع تنكيره، نعم، للدلالة على أنه شيء عظيم ما أعده الله عز وجل لعباده المؤمنين، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. وبين في موضع آخر أن هذا الخير الذي عند الله جل وعلا هو النعيم، كما قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم، أي ينظرون إلى وجه الله عز وجل. وما عند الله خير للأبرار. إذن بيّن الله جل وعلا في موضع آخر هذا الخير، فقال: إن الأبرار لفي نعيم. وكذلك في سورة الإنسان: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، يمزج لهم بالكافور، وهذه الكافور عين صافية، عينا يشرب بها عباد الله يعني المقربون، يفجرونها تفجيرا تنفجر بأمرهم حيث ما شاءوا وأينما أرادوا. وما عند الله خير للأبرار. وفي ختام السورة الكريمة يثني الله عز وجل على المؤمنين من أهل الكتاب كعبد الله بن سلام وأصحابه النجاشي وغيرهم ممن آمن بالله عز وجل ولم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، فقال عز وجل: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لأن الله جل وعلا ذكر يعني في هذه السورة كثيرا من خصال الطائفة المرذولة التي اشترت بآيات الله ثمنا قليلا وكتمت ما أنزل الله عز وجل، وعادت نبي الله عز وجل ويعني عادوا أولياء الله جل وعلا. فتختم السورة بثناء الله عز وجل على أنهم كما قال جل وعلا: ليسوا سواء. فأثنى الله جل وعلا على المؤمنين من أهل الكتاب. والسلف هنا منهم من يقول أنها نزلت في أصحمه النجاشي، وعندما مات أصحمه وحديثه في الصحيحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: مات اليوم رجل صالح، قوموا صلوا على أخيكم أصحمه، نعم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله تعالى عنه بالصلاة عليه،
ومنهم من يقول كما كقول مجاهد رحمه الله تعالى في رواية ابن أبي نجيح، ورواية ابن أبي نجيح عن مجاهد من أصح الروايات، وأثنى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه الرواية جدا، وكذلك هي من أصح الروايات عن مجاهد. يقول هي في مؤمني أهل الكتاب، وهذا هو الصحيح الذي اختاره العلامة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أن الآية عامة تشمل النجاشي وتشمل عبد الله بن سلام وتشمل غيرهم ممن أسلم من أهل الكتاب. وفي الصحيحين ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رجلا آمن، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن به، فهؤلاء يؤتون أجرهم مرتين، أجر الإيمان بنبيه وأجر الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، يعني لم يفرقوا بين رسل الله عز وجل، خاشعين لله، خاضعين، متذللين، منقادين لأمر الله عز وجل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، كالطائفة المرذولة التي كتمت ما أنزل الله جل وعلا من صفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومما أخذوا عليهم من العهود والمواثيق من إظهار العلم، ومنهم العلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، فهؤلاء لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. والآية تحذر من كتمان العلم وكتمان ما أنزل الله عز وجل يعني طلبا لثمن بخس متاع من الدنيا قليل، نعم، وهذه أصلها في اليهود، ثم صارت إلى البعض من هذه الأمة تشبها منهم باليهود، فصار يعني من يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، وطال من يحض على سفك دماء المسلمين بفتاوى مضللة، نعم، ولأن يعني لا تقم على ساق من يعني أدلة على ساق متين من أدلة الكتاب والسنة، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك المشار إليهم من هؤلاء المؤمنين من أهل الكتاب أولئك لهم أجرهم عند ربهم، ولهم أجرهم عند ربهم، والرب هنا لأنه هو سبحانه وتعالى هو الذي هداهم، هو الذي من عليهم، وهو الذي وفقهم، فالرب هو الذي يربي عباده بصنوف النعم، لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ختام الآية إن الله سريع الحساب، أن الله جل وعلا يعجل لهم بعضا من ثواب أعمالهم في الدنيا كما يجعله لهم في يوم القيامة، لذا يقول الله جل وعلا إن الله عنده إن الله سريع الحساب، نعم، يعني وهذه كما قال الله عز وجل لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فتعجيل البشرى للمؤمن في الدنيا لأن الله جل وعلا سريع حسابه سبحانه وتعالى، فعجل له البشرى في الدنيا وكذلك ما يدخل له عنده سبحانه وتعالى يوم القيامة. تختم الآية بهذه الوصايا الجامعة من الله عز وجل للمؤمنين التي يجدد الله عز التي يشد الله عز وجل فيها من عزائم المؤمنين، ويعني يأمرهم بالصبر والمثابرة والجد والاجتهاد، وألا يوهنهم شيء مما أصابهم. حدثت في هذه الصورة الحديث عن غزوة أحد، فختمت الصورة بهذه الوصايا الجامعة المانعة التي يشد الله عز وجل فيها من عزائم المؤمنين ويثبتهم، وألا يعني يهنوا ولا يعني يستكينوا بسبب ما أصابهم في الله عز وجل. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا، والصبر هو نصف الإيمان، نعم، ونصف الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. قال عمر رضي الله عنه خير عيش أدركناه بالصبر، فالصبر هو الخصلة التي تجمع جميع خصال الفضائل وجميع صفات الكرامة. اصبروا، اصبروا على أمر الله، واصبروا على طاعته، واصبروا على قضائه وقدره، واصبروا عن معصيته، احبسوا أنفسكم عنها، اصبروا وصابروا. والمصابرة مفاعلة، والمفاعلة تقتضي طرفين، فقوله وصابروا معناه اصبروا في وجه الصابر، اصبروا في وجه الصابر، ومعنى المصابرة يعني هيحدث في طرفين الآن كل واحد منهم يصابر الآخر، والمصابرة أشق أنواع الصبر. لماذا؟ لأنه لا يشتني ثواب الصبر في المصابرة، لا يشتني ثوابها إلا إيه؟
إلا آخر الطرفين، آخر واحد، لأنه لو سقط قبل أن يسقط غريمه يبقى ليس له شيء. زي قال جل الذي أمر وصابروا، يعني صابروا المشركين، يعني لا يكونوا أبدا أعظم منكم صبرا أبدا. ليه؟ يعني وترجون من الله ما لا يرجون، وقتلاكم وقتلانا وقتلهم لا سواء، فقتلانا في الجنة وقتلهم في النار. إذا وصابروا معناها إيه؟ يعني قفوا في وجه الصابرين وصابروهم حتى يقع حتى يقعهم وأنتم على الصبر، وهذه أشق، لذلك سن الله جل وعلا بها درجة عليا. وفي المعارك الفاصلة احتاج المؤمنون إلى 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 مثل هذا وصابر. المعارك التي تدور الآن في الشام، تدور في فلسطين، وتدور في يعني مشارق الأرض ومغاربها الآن، في هذه كلها معارك فاصلة، وبإذن الله جل وعلا سوف يتغير لها مجرى التاريخ، ولذلك حجم الخسائر فيها وحجم الألم فيها عظيم، لأن هذه مخاض، مخاض لميلاد جديد بإذن الله جل وعلا لهذه الأمة العظيمة بإذن الله، أمة القيادة والريادة. اصبروا وصابروا، لا يكون أعداؤكم أبدا أصبر منكم في القتال أبدا، بل صابروهم ورابطوا. والرباط مأخوذ من يعني ربط الخيل للحراسة، ربط الخيل للحراسة حتى لا يفجأ العدو المسلمين، ثم استعير للإقامة في الثغور، والثغور يعني الأماكن التي هي الأماكن التي تلي الأعداء مباشرة، فصار المرابط الذي يقيم في ثغور المسلمين وهو أول المسلمين دفعا أمام الأعداء حتى يدفع الأعداء عمن وراءه من الحرمات. فأمر الله جل وعلا ورابطوا، وهذا هو المعنى الغالب للرباط. طيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم وأحمد وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا على إسباغ الوضوء على المكاره، وكذلك كثرة الخطى للمساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والبعض من السلف فسر الرباط هنا على أن المقصود به هو ذلك، لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثغور. نعم، ففسر الرباط هنا بهذه يعني الثلاثة. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يوجد قاعدة مهمة جدا، يبين قاعدة مهمة جدا في التفسير. يقول بأن معنى الرباط الغالب والأعلى في الغالب والأعم في كلام العرب أن الرباط يطلق على الإقامة في الثغور ومقاتلة الأعداء. نعم، وكلام الله عز وجل يحمل على الغالب من كلام العرب دون الخفي، طالما أنه لم يكن هناك حجة من كتاب أو سنة أو إجماع أهل التأويل على ذلك. ومن ثم يرجح الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى نعم أن الرباط هنا هو المقصود، وذلك المرابطة أمام الأعداء والثغور. وطبعا الآية فيها الجهاد والحث على الجهاد والقتال وما حدث، وهذا أنسب وأليق بمعنى الآية، وإن كان الأعمال أخرى فاضلة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا على التشبيه، يعني يدل على ثواب هذه الأجور، هذه الأعمال الثلاثة. نعم، كما لو كانت يعني يشبه أجرها في الكسرة بالرباط. وثبتت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الرباط في سبيل الله، منها ما رواه البخاري في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله، رباط يوم، الإقامة في الثغور يوم واحد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعند مسلم في صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله، نعم، وأجرى عليه رزقه، وأمن الفتان. وعند أحمد في مسنده: كل ميت يختم على عمله، مجرد يموت يختم العمل، إلا
من مات مغابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. سبحان الله، كل ميت يختم على عمله إلا من مات مغابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة. الحافظ ابن عساكر بيروي في ترجمة ابن المبارك أن أنه كان مرابطا في طرسوس. وابن المبارك رحمه الله تعالى كان يحج عاما ويغزو عاما، فكان مرابطا بطرسوس وهذه في الشام يعني أمام الأعداء، والإمام الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان مجاورا في مكة البلد الحرام سنة 77 و100، وفي رواية 77 و100. فكتب له هذه الأبيات العظيمة المشهورة: يا عابد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك بالعبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، وهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي وغبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا ليس الشهيد ببيت لا يكذب. فظرفت عين الفضيل رحمه الله تعالى وقال للحامل الرسالة: أتكتب الحديث؟ قال: نعم. ثم أملاه بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: هل تستطيع أن تصوم أن تقوم فلا تفطر، وأن تصوم فلا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال: والله لو طوقته ما بلغت عمل المجاهدين والذي نفسي بيده، إن فرس المجاهد ليستن له في طوله فيكتب له بذلك حسنات. استنى الفرس استنانا، استنى الفرس يستن استنانا إذا مرح شوطا أو شوطين ولا راكب عليه. الفرس يمرح بمفرده شوطا أو شوطين، يبقى استنى الفرس مرح كده ولا راكب عليه في طوله، والطول الحبل الذي طرفه في وتد والطرف الآخر في رقبة الخيل. فخيل المجاهد لما يمرح هكذا، والخيل طبعا هي معدة لرمز للجهاد في سبيل الله، والخيل معقود في نواصيها القيم إلى يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مجرد أن فرس المجاهد كده يمرح شوطا وشوطاً ولا لا يستن له في طوله يعني في حبله فيكتب له بذلك حسنات. ختم الله عز وجل هذه الخصال الجامعة. والله العظيم الأمة ما أحوج إلى مثل هذه المعاني التي تجعل بذلهم لنفوسهم وأرواحهم في سبيل الله رخيصة. يا عبد الله، هي نفس واحدة وهي بضاعة مزجاة على أي حال، فإن قبلها منك فذو فضل وذو من سبحانه وتعالى. ختم الله جل وعلا هذه الخصال الجامعة: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختمت هذه الخصال بهذه الخصلة الجامعة لجميع معاني الخير، والخصلة التي هي يعني يعقبها الفلاح والفوز والسعادة في الدنيا وفي الآخرة: واتقوا الله لعلكم تفلحون. فإن اتقيتم الله جل وعلا بالاستقامة على أمره بطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى، كنتم على رجاء الفلاح والفوز والنصر. آخر سورة. الحمد لله رب العالمين على ما من الله جل وعلا به علينا. تأتي بإذن الله جل وعلا سورة النساء.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.